السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. وعليكم السلام والسموم على لسانك العنصري بالشكوك برمي العبد بسوء الظنون وما راناش بخير بشوفتك كواحد التكفيري. دخلت الانترنت هاني نشوف حتى في التاريخ واحد السؤال كان ما على باليش، اذا هو مشي وانا جاي نسال. بركاك من التقيات العربيات ما جيت تسال، جيت تلصق صورة على انستينا بالاثم سوء الظنون لتكفيريه، وعارف ما راكش فاهم فكرة كواحد القاوي فرنسي لانك معمي بعنصرية عباس وتولى اتجاه كل من ليس من نفس عرق محمد القريشي. مي معليش راح نفهمك بمستوى فكرك القاوي فرنسي تبع غيول. تخيل انا نجيب تصويرة كاش مثلي جنسيا ويكون فرطاس كيما انت وندير فيديو نلصق عليك بذكر اسمك نقول كنت قاعد ما بيا تبا لاني دخلت الانترنت ونلقى تصويرتك المثلية الجنسية وراني نتسأل اذا هو انت هكذا بالك يا رموك من علو شهيق حسب عقاب المثليين في دينكم كما انت رميت انستينا بالكفر اللي قتليه. كمل عربيتك واحد الغيوجر كمل. صورة تتعلق بالمدعو انستينا، هذا اللي دار فيديو زعما ينتقد ظاهرة كما يقول لهم هو القهويين. دورك خلاص تقي يا غيول، دخلت ديريكت في الموضوع. اصبحت صورة تتعلق بانستينا ألصقت عليه اسما وشحما لانه عالج ظاهرة اجتماعية سيئة تزعج راحة المصطفين المحليين وتشوه صورة الجزائر أمام سياح الأجانب. أمال أنت غيول المفتي القاويين في اليوتيوب تعجبك تلك الظواهر الاجتماعية المسيئة للجزائر وللجزائريين، لأن تلك الظواهر في إزعاج الناس بأصوات صخبة والتحرش على البنات والمخاصمة أمام الناس فلا يتقبلها أي متدين مهما كان معتقده ولو يكون يصلي على معتبر والناس عليه أفضل الرحمة والغفران. كمل عربيتك تكفيري كمل. وانا ضد هذه التسمية هذه لانها تسمية عنصرية موجهة ضد سكان المناطق الداخلية. المهم بصح ما تحشمش انت يا المفتي القاويين في اليوتيوب، قمت بإلصاق صورة على انستينا كذبا وبعتنا لتكفيره والان قمت بإلصاق كلمة القاويين على سكان المناطق الداخلية بالدوافع عنصرية لأن أنستينا قبيلي أمازيغي إفريقي وليس من نفس عرق محمد القريشي، وحتى يكون من نفس عرق محمد القريشي لكي يكون مسلما على بن هذا هو الدين تاعكم. من ليس من نفس النسب ولغة محمد القريشي فهو ليس مسلما، أفهموا القبائل مليح هذه، لأن المسلم أخوك المسلم العربي تهجم عليك عنصريا يعني ينبح عليك منذ فتحت الفروج النساء إلى يومنا يحارب لغتك وأصلك من آيات ربك. شفت هذا كان هذا هو الدين، هذا أنا هذا الدين خرجت منه بلا ربي ما يدخل بيتي لو كان يخلصوني لو كان يخلصوني كل ركعة 1000 مليار دولار ما يدخلش بيت الدين تاعه. شوف الفيديو غيوي اللي هو قال لك القاويين فكرة والفكرة لا تموت في فكرك واحد القاوية. قول أن الجنس القهوي لا يتعلق بلون البشرة ولا بضاحية سكن، قد تكون قهوي حتى لو كنت ناصع البياض وحتى لو عشت في أرقى الأحياء، فالقهوي فكرة والفكرة لا تموت. الشيء اللي كنت تنتقد فيه انت باللي هادو يديروا موسيقى صاخبه وعرايا زيدي ويضربوا ما على باليش ويكموا الزطله ويشربوا ويديروا وجهي كاع هذا الشيء ما يبانش مع هذا الشيء هذا. اذا انت ما على باليش، اذا انت المهم انا نتسائل راكش تسأل غيول، بل ألصقت عليه صورة لرمي بالتكفير وألصقت كلمة القاوي على سكان المناطق الداخلية لتحرضهم عليه عنصريا. أما أنستينا انتقد ظواهر اجتماعية مسيئة للجزائر والشعب الجزائري وأنت دخلت إلى معتقده واحد التكفيري. أما الذي في الصورة يعبد الرب الذي خلق مع تبلو والناس المدافع عن لغتنا وهويتنا من أيتي أمام إرابكم الثقافية، ومثل الهندوسي يعبد البقرة للتواصل مع ربه، ومثل المسلم يعبد حجر الكعبة وبئر إبليس للرجمات للتواصل مع ربه. ولن أقول أنكم تعبدون ما تنحتون، ولن أقول بئر إبليس للرجمات هو قبلتكم وهو جزء من طقوس حجكم لكي لا تقول أني لا أحترم معتقدك الذي يحلل سفك دمائي. كمل عيوني كمل. أن تسجد لقبر إنسان كما أنت خلقه ربي مات، هذا شرك بالله، وربي سبحانه قال في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا أنت
تسجد القبر تاع انسان كيما انت وتجي تنتقد الناس باسكو داروا موسيقى؟ يا حسره، انت وين وهما وين؟ السلام عليكم. شفت يويو، خلاص صدقت تقياتك وكذبك والصقت تلك الصوره على انستينا مع زوال وطارت انه هو انستينا. مثل ما قلتك فيريه، مثل ما ألصقت فكر القهوي على سكان المناطق الداخلية للتحريض على الفتنة والعنصرية ضد أنستينا. وماذا قال ربك عن من يكفر أخيه المسلم؟ وماذا قال ربك عن الذين يحرضون الفتن بين المسلمين؟ ستجد نفسك أنك أكبر إثم من الإثم الشرك بالله الذي قال من شاء يؤمن ومن شاء يكفر ولا إكراه في الدين. وأنستينا عالج ظواهر اجتماعية، انت تشجع تلك الظواهر الاجتماعية وادخلت في الفتن والعنصرية والمعتقد الديني. هذا هو، انت واحد القهوي، انت فكرك قهوي الملوية.